الناس الحرام الكبائر وما اللي هدرت على العرب. قال لك لا كاين اللي ما عندوش باكيه السكر وكاين اللي نشره راسه عريانه وبنادم ما مزوجش. التبرج في نهار رمضان مالو؟ في نهار رمضان الشخص اللي متبرج، المرأة التي تتبرج في رمضان ذنبها لا صومها صحيح، ولكن الذنب أعظم في ذلك الشهر لأن الإثم عليها عظيم. في غير رمضان آثمة، ولكن في رمضان أكثر لأن لأن قد تسبب الإفطار شي واحد أنه يعني يمشي يفطر، أنه بزاف ديال الأمور وعدم غض البصر وبزاف بزاف الأمور اللي مكياج في نهار رمضان واش يفطر صاحبته؟ هذا السؤال هذا ما نجاوبش عليه. جاوبت عليه من قبل؟ لا لا أنا ما بغيتش نجاوب عليه وصافي. لا يجاوبني لا نعم لا ما فاهم، وهذه أول مرة كنقول لك لا، خلي باش نحسوا بأن قلنا لا صافي. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.